خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا محمد توفيق ونورهان طمان من ارض الملعب يقولون لنا الاجواء كالعاده، يقولون لنا كل صغيره وكبيره من ارض الملعب. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوف الكرام نجوم مصر والنادي الاهلي السابقين كابتن حسام شعراوي وكابتن كريم جمعه، وبالطبع برحب بزميلتي نورهان طمان منورانا النهارده في استوديو الابطال. يعني اجواء اكثر من رائعه، وتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات استوديو الابطال ومباراه الاعلاميين والنادي الاهلي في اطار مباريات الجوله السادسه او اول مباراه الدور الثاني من منافسات المجموعه الاولى من دوري المجموعات الاول او التمهيدي من دوري الممتاز الف للرجال للكره الطايره. قلنا الاعلاميين الاول ليه كابتن هيثم ان المباراه النهارده هي بالفعل مباراه الاعلاميين، ولكن قام على صاله الامير عبد الله الفيصل هنا بمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره، وده بناء على طلب نادي الاعلاميين باستضافه النادي الاهلي هنا للمباراه واللي كان مقرر ليها او اقامتها على صاله الشرقيه للدخان، ولكن بناء على طلب الاعلاميين المباراه اقيمت هنا في صاله النادي الاهلي. يمكن دوت استكمال الاجواء الاكثر من رائعه ما بين النادي الاهلي وكل الانديه. يمكن النهارده استقبال اكثر من رائع من الجهاز الفني والاداري هنا من النادي الاهلي لكل الجهاز الفني والاداري للنادي الاعلاميين، واجواء اكثر من رائعه ما بين الفريقين. النادي الاهلي بيستضيف المباراه ولكن هي مباراه الاعلاميين زي ما ذكرنا، اجواء ان شاء الله رائعه زي ما اتكلمنا مع كابتن محمد مصلح المباراه اللي فاتت. طبعا الدور الاول التمهيدي طبعا هو عاوز يستفيد من عدد المباريات الكبير انه يجهز كتيم اللاعبين. نتكلم بقى عن فريق النادي الاهلي والاعداد للمباراه وكل الاحصائيات والارقام مع نوران. اتفضلي نوران. مساء الخير يا كابتن هيثم، ومساء الخير وبحييك يا محمد وبحيي كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. طبعا زي ما قال زميلي محمد توفيق الاجواء هنا يعني طبعا استعدادات بتتم على اعلى مستوى لفريق طبعا رجال كرة الطائرة زي ما عودونا وزي ما شرفونا يا محمد، ودايما كرة الطائرة في النادي الأهلي يعني بيبقى مليين إيدينا قوي من فريق كرة الطائرة. إن شاء الله كل التوفيق النهاردة للنادي الأهلي في مباراته. يمكن الأهلي طبعا بيدخل المباراة بالعلامة الكاملة بعد فوز في 5 مباريات، وكان الفوز الأخير على سبورتنج ب3 أشواط دون رد في المباراة اللي فاتت. كمان معانا خبر أنه تم تصعيد 3 من فرق الناشئين، فرق 17 سنه وفرق 19 سنه، وهم كل من حمزه حمدي ده من فريق 17 سنه، ومحمد طارق من فريق 19 سنه، وزياد اسامه ايضا من فريق 19 سنه. طبعا يعني ده ايمانا باهميه يعني فرق الناشئين في النادي الاهلي في جميع الالعاب المختلفه. كمان معانا الاصابات، يمكن تقرير اصابات مزعج بعض الشيء. نجم نادي الاهلي طبعا احمد صلاح بيعاني بشد في عضلات ظهره، وكمان حسام يوسف بيعاني بشد في عضله الرقبه، واحمد قطب التهاب في الكتف. دي يمكن كانت ابرز يعني الاخبار حول الفريق. زي ما انتم شايفين طبعا الاستعدادات والاحماء في الخلفيه ورانا لك الكلمه يا توفيق. يعني زي ما قلت يا نورهان يمكن في اصابات موجوده في صفوف فريق كابتن هيثم وضيوفك الكرام، لكن النادي الاهلي طبعا بمن حضر خاصه في كره الطائره. لكن زي ما اتكلمنا مع كابتن محمد مصلح المباراه اللي فاتت، دي مرحله تحضيريه يمكن هو كده يعني حتى لو موجود جميع اللاعبين هو كده هيعتمد في الفتره المقبله على الصف الثاني او اللاعبين اللي ما كانش متاح ليهم المشاركه بشكل اساسي. يمكن العلامه الكامله 5 مباريات بتحقيق الفوز ان تصدر المجموعه، اعتقد كمان الدور الثاني ان شاء الله نكون موفقين فيه ويكون خطوه وخطوات متتاليه ان شاء الله نحو اللقب الخامس على التوالي وتحقيق بطوله الدوري. يمكن خلينا كلامك بقى عن كابتن هيثم مضيف الكلام عن فرقه الاعلاميين. يمكن فرقه الاعلاميين ده الموسم الاول ليهم في الممتاز الف، يمكن الفريق قادم من الممتاز بي العام الماضي. يمكن الفريق بقياده المدير الفني وائل عوض السلكاوي عمل تدعيمات كبيره جدا، اتكلمت معاه قبل بدايه الاحماء قال لي طبعا احنا جايين نلعب النادي الاهلي، احنا اللي يهمنا ان احنا نعمل مباريات كويسه وهدفنا الاساسي هو البقاء في الدوري الممتاز الف. دي قال لي دي اول سنه للفريق، فطبعا التارجت بتاعنا السنه دي هو البقاء في الممتاز الف وعدم النزول مره اخرى للممتاز ب. يمكن في تدعيمات كبيره اكثر من 8 تدعيمات عملهم الفريق، اشرف عبد العال ده كان لاعب بتروجيت والزمالك السابق وقادم من مصر للبترول، احمد عوض برده كان لاعب في بتروجيت والزمالك وقادم من مصر للبترول، احمد شريف من الترسانه، ابراهيم الدمراني من هولوليدو، محمود وصال من هولوليدو ايضا، خالد وصال من المنيا، محمد جمال من بنها، وحسام جمال من الشرقيه للدخان. يمكن تدعيمات الفريق زي ما قلنا بيهدف ان هو يعمل نتائج طيبه. طبعا المباراه الاولى ما بين الفريقين انتهت على صاله النادي الاهلي هنا ايضا بفوز النادي الاهلي 3 مقابل لا شيء. يمكن النتائج ما تعكسش قوي اداء الاعلاميين كابتن هيثم، لكن اعتقد ان لو بصينا في نتائج الاشواط في جميع المباريات يمكن خسروا من سبورتنج 3-1 من الظهور 3-1. المباريات حتى الباقيه هيبقى الفرق في الاشواط باستثناء مباراه النادي الاهلي كان قليل جدا. اخر مباراه حقق الفوز طبعا على مصر البترول 3-2. اعتقد ان شاء الله النهارده كمان هتبقى فرصه للكابتن محمد مصلح انه يشوف مجموعه كبيره من اللاعبين ما كانش مشارك بشكل اساسي نوران في الفتره اللي فاتت، ونستفيد ان شاء الله علشان زي ما قلت في الاستوديو السابق يكون ان شاء الله فرصه للنادي الاهلي مع
اهميه الناشئين يا محمد، يعني اهميه الناشئين في نادي الاهلي، وهتبقى اهميه الاستعانه دايما بفرق الناشئين داخل النادي الاهلي. معانا ثلاثه تم تصعيدهم من فريق 17 وفريق 19، اكيد دي خطوه مهمه جدا. بالطبع طبعا النادي الاهلي زي ما قلنا كابتن هيثم بما حضر، وان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي ويحقق العلامه الكامله والفوز السادس على التوالي في مباراه المجموعه الاولى. تبقى ان شاء الله خطوه من خطوات كثيره متتاليه نحو الاحتفاظ باللقب الخامس على التوالي. دي كانت اجواءنا هنا من صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره. كلمه ليك كابتن هيثم وضيوف الكرام، اتفضل. محمد توفيق ونورهان طمان زمايلي العزيزين اللي في ارض الملعب، بشكركم شكرا جزيلا.